الحرب في جنوب لبنان على شفير خروجها عن السيطرة أو تكاد. فحزب الله يحول الجولان والجليل إلى حقل رماية كما يقولون في إسرائيل، ويمطر شمال إسرائيل بمئات الصواريخ يومياً تساندها مسيرات انقضاضية لا تنقض على المراكز العسكرية الاستراتيجية والحساسة فحسب، وإنما أيضاً على صورة ومواقف المسؤولين الإسرائيليين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن ردع حزب الله عن شمال إسرائيل كما وعدوا الإسرائيليين. الجرأة النارية الأخيرة من قبل حزب الله تأتي في سياق محاولته ردع إسرائيل عن مواصلة استراتيجية الاغتيالات التي تطال مسؤوليه وقياداته وتتسبب له في نزيف بشري كبير. لكن إسرائيل لن ترتدع أو توقف اغتيالاتها، فهذه ورقتها الأكثر ربحاً والأقل كلفة والأضمن بأن تحمل صور نصر تفتقدها إسرائيل في معركتيها بغزة وجنوب لبنان. فهي راغبة في حرب واسعة مع لبنان تبعد فيها الحزب عن حدودها على الأقل، هذا ما تحمله تصريحات مسؤوليها. لكن إسرائيل عينها عاجزة عن خوض هذه الحرب على ما يبدو حتى هذه اللحظة. فالحرب مع لبنان تحتاج إلى جهوزية عسكرية قد لا تبدو متاحة اليوم للجيش الإسرائيلي المنهك من معارك غزة، كما تحتاج إلى مستودعات أسلحة تبدأ بأمريكا وتمر بدول غربية أخرى. لكن الامتعاض الدولي من أداء إسرائيل في غزة والقلق من جر الشرق الأوسط إلى حرب كبرى يحولان دون فتح أبواب المستودعات بشكل يوازي مدى الحرب كما تأملها إسرائيل، وتلك معضلة كبرى، معضلة تضاف إلى المواقف الأمريكية المعلنة بشأن عدم رغبة أمريكية في حرب جديدة مع لبنان. قد لا تتطابق رغبات إسرائيل مع مصالح حلفائها، لكنه واقع لم يكمل طموحاتها، فمضت في استهداف مصالح حزب الله وقصف أحد المباني في جناتة بقضاء سوريا، ما تسبب في مقتل سيدتين وجرح أكثر من 14 مدنياً. وهنا تكمن المخاوف، فسقوط المدنيين قد يكون أحد أخطر الأسباب التي يمكن أن تخرج هذه المواجهة عن السيطرة. داريم حلبي، سكاي نيوز عربية، مرجعيون على الحدود الجنوبية.